ياسر عرفات كان لاعب وله دور أساسي أو لاعب مهم في العمل السياسي والعمل الوطني الفلسطيني على مدى عقود من الزمن، وبالتالي أين تتقاطع هذه المحطات مع سيرة ياسر عرفات تم إبرازها. وسيبقى هذا المتحف وبما يحتويه من متعلقات الشهيد الرمز أبي عمار شاهدا على الوفاء وهدية ونبراسا لأجيالنا القادمة لتتعرف من خلاله على تاريخ واحد من أعظم رجالات فلسطين والعالم في القرنين 20 و 21. هلا بحكي لك شو. طيب الشيء كثير حلو. قد ايه بدك تدخلي؟